أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم إلى هذه الوصلة التي سوف نتطرق فيها إلى درس تجميع الموصلات الأمية. المستوى المستهدف بهذا الدرس هو الجدول المشترك العلمي. يندرج الدرس ضمن الأسدس الثاني. المجال الرئيسي الذي يتضمن الدرس هو المجال الثاني من المقرر، اللي هو الكهرباء. والمجال الفرعي الذي يتضمن هذه الوحدة أو هذا الدرس هو المجال ديال التراكيب، ومجال تراكيب كهربائية، وبالأخص الوحدة ديال تجميع الموصلات الأمية. أهداف الدرس. إذن أهداف الدرس أو الأمور التي نود أن نكتسبها أو أن نكون قادرين على تعرفها أو تملكها بعد الانتهاء من هذا الدرس. معرفة العلاقة R تساوي رو L على S. تعريف المواصلة الجي ووحدتها في النظام العالمي للوحدات. معرفة تعبير المقاومة المكافئة لتجميع الموصلات الأومية سواء على التوالي أو على التوازي. تطبيق التعابير، يعني تعابير التجميع على التوالي أو التوازي بالنسبة لدارات كهربائية مختلفة. وأخيرا معرفة واستغلال علاقة مقسم التوتر. لأن هذه بشكل مقتضب أهم الأهداف التي نسعى من خلال هذا الدرس إلى تحقيقها. قبل يعني انطلاق في وحدات هذا الدرس أو أجزاء هذا الدرس، لابد من إنجاز تذكير ولو مقتضب ببعض المكتسبات السابقة الضرورية من أجل يعني بداية هذا الدرس. سوف نذكر السنة الأولى إعدادي ومكتسب الذي يهمنا هو تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار. من خلال تجارب بسيطة في السنة الأولى إعدادي، تجربة ديال مولد مع مصباح وجهاز أمبيرمتر، ثم بعد إضافة الموصل الأومي إلى نفس الدارة الكهربائية، نلاحظ ضعف شدة التيار أو تناقص شدة التيار التي يشير إليها الأمبيرمتر، وكذلك شدة إضاءة المصباح. فيتم يعني الاستخلاص لأن وجود موصل أومي أو مقاومة كهربائية في دارة كهربائية فهو يؤثر على شدة التيار، بحيث يجعل هذه الشدة وهذه الشدة يجعلها ضعيفة. هذا بالنسبة للسنة الأولى إعدادي. بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي، تطرقتم في السنة الماضية إلى قانون أوم أو القانون الذي يربط بين التوتر U بين مربطي موصل أومي وشدة التيار E التي تجتاز هذا الموصل. تتذكرون جيدا العلاقة U تساوي RE. إذن هذا هو ما نسميه بقانون أوم، وسوف نعيد يعني تذكير بهذا القانون. إذن هذه أهم المكتسبات التي سوف ينبني عليها هذا الدرس، في انتظار طبيعة الحال اكتساب أمور اللي هي جديدة في الدرس اللي سوف يتم الاطلاع عليها للمرة الأولى. أولا غنهضرو أو سوف نتكلم على الموصل الأومي باعتباره ثنائي قطب. وتعريف بسيط، نعتبر تعريفا بسيطا لهذا المركبة هذه اللي هي الموصل الأومي. إذن الموصل الأومي ثنائي قطب، يعني مركبة كهربائية لها قطبان غير مستقطب، أي قطبي هذه المركبة متماثلان، يتميز بمقدار يسمى المقاومة الكهربائية، يرمز لها بالحرف R نسبة إلى اللغة الفرنسية ريزيستونس، وحدتها في النظام العالمي للوحدات سيستيم انترناسيونال SI هي الأوم، الرمز ديالها هو أوميغا. بالنسبة لرمز الموصل الأومي في دارة كهربائية أو في تبيانة لدارة كهربائية، فيستعمل مستطيل صغير يتوسطه الحرف R. كما تلاحظون هنا E شدة التيار التي تجتاز الموصل، و U
التوتر بين مربطي هذا المصيف الأمي. هذه الفقرة سوف نذكر فيها بقانون أوم. وقبل الحديث عن قانون أوم أو الصيغة الرياضية لقانون أوم، سوف نذكر بمميزة الموصل الأومي. المميزة أو مميزة الموصل الأومي هي المنحنى الذي يمثل تغيرات التوتر U بين مربطي هذا الموصل بدلالة شدة التيار E التي تجتازه. إذن لخط هذا المنحنى فلا بد من قيم U وقيم E الموافقة لها أو العكس. إذن تم التطرق لهذه المميزة للموصل الأومي السنة الماضية، ولكن لا بأس أن نذكر بالتركيب التجريبي الذي يمكن من خط هذه المميزة. إذن التركيب التجريبي كما يظهر أمامكم يتكون من مولد قابل للضبط، موصل أومي، فولت متر لقياس توتر U بين مربطي هذا الموصل الأومي، وجهاز الأمبير متر لقياس شدة التيار E التي تجتاز هذا الموصل الأومي، بالإضافة بطبيعة الحال إلى أسلاك التوصيل. إذا نغير في كل مرة قيم التوتر الذي يمنحه المولد ونسجل بالاعتماد على أجهزة القياس يعني الفولت متر والأمبير متر قيم كل من التوتر U وشدة التيار E، فنحصل على جدول للقيم يعني E بالأمبير الوحدة العالمية و U بالفولت. إذن نأخذ عددا كافيا من القيم سواء قيم E وقيم E الموافقة لها أو العكس، إذن مما يمكننا من خط منحنى تغيرات U بدلالة E. المنحنى الذي يتم الحصول عليه يكون على هذا الشكل، منحنى تغيرات U بدلالة E أو مميزة الموصل الأومي. كما تلاحظون فهو عبارة عن دالة خطية يعني مستقيم يمر من أصل المعلم. رياضيا اللي كنهضروا على أو عندما نتكلم على دالة خطية يعني تغيرات U بدلالة E يمكن أن تكتب على الشكل التالي، يعني U تساوي A فوا E، هذا التعبير الرياضي لدالة خطية. A هو المعامل الموجه للمنحنى المحصل عليه. إذن عندما نود حساب قيمة A فهو يساوي خارج قسمة تغيرات U يعني دلتا U على تغيرات E شدة التيار الموافقة لها، إذن دلتا U على دلتا E. هذا المعامل الموجه هو الذي يمثل المقاومة الكهربائية للموصل الأومي. يرمز المقاومة الكهربائية كما أشرنا سلفا بالحرف R ويعبر عنها في النظام العالمي للوحدات بالوحدة أوم، يعني الرمز لها هو الرمز أوميغا. إذن نجد العلاقة، إذا عوضنا المعامل A بالحرف R الذي يدل على المقاومة الكهربائية نجد العلاقة التالية U تساوي RE والتي تترجم قانون أوم لموصل أومي. نص القانون أو قانون أوم بالنسبة لموصل أومي يتناسب التوتر بين مربطي موصل أومي اضطرادا مع شدة التيار الكهربائي الذي يمر فيه. U أبي كما تلاحظون عندنا الموصل الأومي ديالنا والموصل الأومي يجتازه تيار شدته E والتوتر بين مربطيه هو U أبي، فهذا التوتر U أبي يساوي RE. R معامل تناسب والذي يمثل المقاومة الكهربائية للموصل الأومي. يمكن تحديد المقاومة R لموصل أومي من خلال مميزته يعني بإنجاز التركيب التجريبي السابق أخذ قيم U وقيم E الموافقة لها خط المميزة، أو الاعتماد فقط على جهاز الأوم متر الذي يمكن من قياس مقاومة موصل أومي. يمكن كذلك بالنسبة للموصلات الأومية التي تحمل رموز الألوان أن يتم تحديد قيمها بالاعتماد على هذا رموز الألوان كما تم التطرق إلى ذلك سابقا في مستويات سابقة. عندنا هذا شريط الفيديو الذي يبين
كيف يتغير الموصل أو المعامل الموجه للمستقيم الممثل لمميزة الموصل أومي بتغير قيم R مقاومة هذا الموصل. لاحظوا معي هنا الرمز الاصطلاحي للموصل الأومي، يمكننا أن نتحكم في قيمة المقاومة، إذن في هذه الحالة 27 أوم. والشكل ديال المنحنى عندما نقوم بزيادة قيم المقاومة فإن المعامل الموجه للمنحنى فطبيعة الحال يتزايد. إذن نسبة القيم المقاومة ضعيفة فميل المستقيم يكون ضعيفا، وبالنسبة للقيم المقاومة اللي يمكن اعتبارها التي يمكن اعتبارها كبيرة يصبح الميل بقيمة كبيرة. ملحوظة، سوف نتحدث على هذا المقدار الآخر اللي كنا غادي نتعرفوا عليه في الأهداف اللي هو المواصلة الجي لموصل أومي. إذن تعرف المواصلة التي يعطى لها كرمز الحرف جي لموصل أومي كما يلي: جي تساوي 1 على R أو مقلوب R. الوحدة في النظام العالمي للوحدات هي السيمنز، يرمز لها بالحرف S ماجيسكول، S كبيرة. جي كما يظهر من خلال التعبير 1 على R، كلما كانت المقاومة كبيرة كلما كانت المواصلة ضعيفة، والعكس كلما كانت المقاومة ضعيفة فكلما كانت المواصلة جي كبيرة. بالرجوع إلى قانون أوم، E تساوي RE، عندما عوضنا R بواحد على جي فيمكن أن نجد التعبير التالي: E تساوي جي U، يعني E تساوي RE، وعندنا هنا E تساوي جي فوا U، حيث جي هي كما قلنا المواصلة وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي السيمنز S. الفقرة الأخرى من درسنا مقاومة سلك فلزي. إذن إذا ما اعتبرنا سلكا فلزيا وأخذنا جزءا منه فمساحة المقطع S، طول السلك الفلزي L، وهذا المقطع الثابت أو المقطع مقطع السلك نعتبره ثابتا. إذن بالنسبة لكل سلك فلزي ذو مقطع ثابت فيمكن اعتباره موصلا أوميا، يعبر عن مقاومته بالعلاقة R تساوي رو L على S، حيث L طول السلك الفلزي، وحدة أطوال في النظام العالمي للوحدات هي المتر، S مقطع أو مساحة مقطع السلك الفلزي بالمتر المربع، و رو مقاومية السلك وحدتها أوم متر، وهي تتعلق بنوعية السلك يعني طبيعة الفلز الذي يصنع منه السلك وكذلك بدرجة الحرارة. إذن يمكن أن نعتبر كل سلك فلزي موصلا أوميا تتعلق مقاومته بطبيعة السلك بدرجة الحرارة بطوله L وبمساحة مقطعه S الذي نعتبره ثابتا. هنا بعض يعني الفلزات قيمه عند 27 درجة، لارجون الفضة 1.6 × 10⁻⁸، الكويفر النحاس 1.7 × 10⁻⁸، لور الذهب 2.2 × 10⁻⁸، الألمنيوم 2.7 × 10⁻⁸، الفير 10.4 × 10⁻⁸، ثم الكربون 3500 × 10⁻⁸. إذن من خلال هذه المقاومية يظهر لماذا يتم الاعتماد على أسلاك النحاس اللي يعني في التوصيل الكهربائي سواء في الدارات الكهربائية المنزلية إلى غير ذلك، فنظرا لكون مقاومية النحاس مقاومية ضعيفة. الآن الفقرة الثانية من الدرس سوف نتحدث فيها
على تجميع الموصلات الأمية، ونبدأ بالتجميع على التوالي. نعتبر موصلين أميين مقاومتهما الكهربائية R1 وR2 تواليا، يعني R1 مقاومة الموصل الأمي الأول وR2 مقاومة الموصل الأمي الثاني، مركبين على التوالي أي تجتازهما نفس شدة التيار. يكافئ هذين الموصلين موصلا أميا واحدا مقاومته الكهربائية، نرمز لها ب R equivalent كما يلي. إذن على اليمين لدينا الموصلين الأميين الأول والثاني، دول المقاومتين الكهربائيتين R1 وR2 تجتازهما نفس شدة التيار E. التوتر بين مربطي الموصل الأمي الأول UCB والتوتر بين مربطي الموصل الأمي الثاني UAC. يمكن أن نماثل هذين الموصلين الأميين بموصل أمي واحد تجتازه نفس شدة التيار E، التوتر بين مربطيه هو UAB الذي يمثل مجموعة توترين UAC و UCB، ومقاومته R equivalent. لكن كم تساوي قيمة R equivalent بدلالة مقاومة الموصل الأمي الأول اللي هي R2 وكذلك R1 وكذلك R2؟ إذن حسب قانون أوم، التوتر الأول UCB موصل أمي مقاومته R1 تجتازه شدة التيار E، إذن UCB غتكون تساوي R1E، UAC R2E. وبالنسبة للموصل الأمي المكافئ، التوتر بين مربطي UAB غتكون هي قيمة R equivalent و E المقاومة المكافئة. حسب قانون إضافية التوترات، فالتوتر UAB هو مجموع التوتر UAC والتوتر UCB. بالاعتماد على العلاقات السابقة ديال قانون أوم، يمكن أن نعوض، يعني R equivalent E كتساوي R1E زائد R2E، فنجد R equivalent تساوي R1 زائد R2. إذا مقاومة الموصل الأمي المكافئ لتجميع الموصلين الأميين على التوالي تساوي مجموع مقاومتي الموصلين الأميين اللذان تم تجميعهما، إذا R equivalent تساوي R1 زائد R2. هذا بالنسبة للحالة البسيطة ديال التجميع أو حالة تجميع موصلين أميين فقط. يمكن أن نعمم بالنسبة لN موصل أمي على التوالي، فالمقاومة الكهربائية للموصل الأمي المكافئ تساوي مجموع المقاومات الكهربائية للموصلات الأمية، إذن R1 R2 R3 R4 وهكذا دواليك حتى قيمة Rn، فهي توافق أو تكافئ موصلا أميا تجتازه نفس شدة التيار E. التوتر بين مربطي هو التوتر المكافئ، هو التوتر بين مربطي الموصلات الأمية مجتمعة، ومقاومته R equivalent. فتعبير المقاومة المكافئة يعني R equivalent هي مجموع المقاومات Re، E تنطلق قيمه من 1 إلى N، يعني R1 زائد R2 زائد R3 زائد Rn. أما بالنسبة للمواصلة الجاي، فبما أن المواصلة هي مقلوب المقاومة، إذن 1 على J equivalent هتكون تساوي مجموع، يعني 1 على J المقاومات أو المواصلات ديال الموصلات الأمية التي تم تجميعها، يعني من E تساوي 1 حتى القيمة N. تجميع على التوازي، موصلين أميين نعتبرهما المقاومة أو مقاومتهما الكهربائية R1 وR2 مركبين على التوازي. إذن هذين الموصلين يكافئان موصل أمي مقاومته R equivalent كما الحالة ديال التوالي، غير الآن سوف نحدد تعبير هذه المقاومة المكافئة R equivalent. إذن موصلين أميين على التوازي R1 R2 تجتازهما شدتي التيار E1 و E2 شدتي التيار مختلفتين، والتوتر بين مربطيهما هو نفس التوتر UAB. يكافئ هذين الموصلين عندما نعتبرهما معا موصلا أميا مقاومته R equivalent تجتازه شدة التيار E التي تساوي مجموع E1 و E2، والتوتر بين مربطيه هو التوتر UAB.
إذن حسب قانون أوم لدينا U أب باي تساوي R واحد E واحد و U أب باي تساوي R اثنان E اثنان، توتر بين المربطين الموصل أوم الأول والثاني، وكذلك U أب باي كتساوي R إكيفالنت E. إذن إذا خدينا E واحد فغتكون هي U أب باي على R واحد، E اثنان هي U أب باي على R اثنان، و E هي U أب باي على R إكيفالنت. حسب قانون العقد، إذا عندنا عقدة كهربائية شدة التيار الداخلة هي E، شدة التيار الخارجة E1 و E2، إذا E تساوي E1 زائد E2. إذن يمكن أن نجد إذا E اللي هي U أب على R إكيفالنت تساوي U أب على R1 زائد U أب على R2. إذا إذا اختزلنا U أب فنجد 1 على R E أو R إكيفالنت تساوي 1 على R2 زائد 1 على R1، يعني مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات التي تم تجميعها على التوازي. إذن هذه كذلك في حالة موصلين أوميين فقط مركبين على التوازي، يمكن أن تعمم النتيجة على N موصل أومي مركبة على التوازي. يعني بالنسبة لN موصل أومي مركب على التوازي يساوي مقلوب المقاومة الكهربائية للموصل أومي المكافئ مجموع مقلوب المقاومات الكهربائية للموصلات الأومي. إذن R1 مقاومة الموصل الأومي الأول المركب على التوازي مع الموصل الأومي الثاني بالمقاومة R2 وهكذا حتى الموصل الأومي Rn، فهو يكافئ موصلا أوميا التوتر بين المربطي U أب باي تجتازه شدة التيار E ومقاومته R إكيفالنت، حيث 1 على R إكيفالنت هي مجموع 1 على R E، يعني 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 زائد زائد 1 على Rn. أما بالنسبة للمواصلة J في هذه الحالة فالJ إكيفالنت بما أن J هي مقلوب المقاومة فهي مجموع J E، يعني J1 زائد J2 زائد J3 المواصلات الموصلات الأومية تواليا. الآن استعمال الموصلات الأومية وسوف نتحدث عن المعدلة. كتعريف المعدلة موصل أومي مكون من سلك فلزي بمقطع ثابت ملفوف حول أسطوانة عازلة، إذن سلك فلزي وكل سلك فلزي يمكن اعتباره موصلا أوميا، إذن هذا سلك فلزي هو اللي يشكل لنا المعدلة، له ثلاثة مرابط مربطين ثابتين المربط A والمربط B كما يظهر في التمثيل اللي عندنا، والمربط المتحرك هو المربط C، R A B المقاومة الكلية يعني بين المربطين A و B، R A C مقاومة الجزء A C و R C B مقاومة الجزء C B. يمكن يعني اعتماد معدلة كموصل أومي مقاومته الكهربائية قابلة للضبط عند تحريك المربط C، فإننا يعني نحدد قيمة المقاومة التي نود اعتبارها، يعني مثلا نأخذ R A C حسب القيمة اللي بغينا، هل هي قيمة كبيرة أم قيمة صغيرة. الصورة للمعدلة اللي عندنا في المختبرات لأن المرابط الثلاث فهي تظهر جيدا، المربط المتحرك والمربطين الثابتين. تركيب مقسم التوتر، إذا مثلا عندما أردنا خط مميزة الموصل الأومي احتجنا إلى مولد قابلين للضبط أو توتر قابل للضبط، فماذا لو لم نتوفر في المختبر على مولد قابل للضبط؟ إذن يمكن نحصل على منبع توتر قابل للضبط انطلاقا من مولد يمنح توترا ثابتا، يمكن اللجوء إلى تركيب يسمى مقسم التوتر باللغة الفرنسية ديفيزور دو تونسيون. إذن الشكل ديال مقسم التوتر ديالنا U أب باي كتساوي U أس أي زائد U سي باي على قانون إضافية التوترات، المربط الثابت A والمربط الثابت B والمربط المتحرك C. إذن U أب باي يساوي R أس أي زائد R سي باي مقاومة كل من الجزء أب باي و أس أي والجزء B سي فو إي، و U سي باي كتساوي R سي باي إي. إذن يمكن أن نعتبر بأن إي كتساوي U سي باي على R سي باي ونعوض في التعبير فنجد
U C B يساوي R C B على R A C زائد R C B U A B. بون بما أن هذا الخارج R C B على R A C زائد R C B فهو محصور بين القيمتين 0 و 1، 0 إذا كانت R C B تساوي 0 و 1 إذا كانت R C B كبيرة جدا بالمقارنة مع R A C، يعني إذا كانت R A C تساوي 0 فR C B على R C B تعطينا 1. فنجد بأن قيم التوتر U C B فهي تأخذ قيما بين القيمة المنعدمة 0 وقيمة التوتر الكلي U A B، حيث تتعلق قيمة U C B بقيمة المقاومتين R A C و R C B. إذن هذا فيما يخص تركيب مقسم التوتر. إذن تلاحظون بأن يمكن بتغيير موضع الزالقة أو المربط المتحرك بالنسبة للمعدلة أن نعدل قيم التوتر U C B فنحصل على مولد قابل للضبط أو على منبع توتر قابل للضبط إذا كان المولد المتوفر لدينا يعطي توترا ثابتا. إذن نتوقف عند هذا التمرين التطبيقي لأن فيه مجموعة من المصيدات الأمية مركبة ومجمعة وفق الشكل التالي، نود أن نحسب المقاومة المكافئة للتجميع مع اعتبار القيم. إذن هذا التركيب المقترح في التمرين يمكن أن نمثله بالتركيب التالية. إذن نقوم أولا بحساب المقاومة المكافئة R equivalent 1 لتجميع R2 و R3. إذن تلاحظون معي بأن R2 و R3 فهما مركبين على التوالي، وبالتالي R equivalent 1 غتكون تساوي R2 زائد R3. إذن القيمة ديالها باعتبار القيم العددية ف 20 زائد 30 تساوي 50 أوم. الآن نجمع R equivalent 1 و R 4 المركبة والمركبتين على التوازي فنحصل على موسين أومي المكافئ مقاومته R equivalent 2. بون R equivalent 1 و R 4 فهما مركبتان على التوازي، وبالتالي R equivalent 2 فهي تكافئ التجميع على التوازي ل R equivalent 1 و R 4. بالعودة إلى التجميع على التوازي، لأن 1 على R equivalent 2 غتكون تساوي المقلوب يساوي مجموع المقاليم ومجموع مقلوب المقاومات، لأن 1 على R equivalent 1 زائد 1 على R 4 يعني بالقيام بعمليات ديال الأعداد الكسرية إلى غير ذلك، يمكن أن نبين بأن R equivalent 2 كتساوي R equivalent 1 فو R 4 ل R equivalent 1 زائد R 4. التطبيق العددي عطانا 22.22 أوم. ثم الآن R equivalent 2 سوف نقوم بجمعها على التوالي مع R 1 فنحصل على R equivalent. إذن R equivalent هي المجموع ديال R equivalent 2 زائد R 1 لأنهما مركبتان على التوالي، بتعويض القيم العددية فنحصل على القيمة 37.22 أوم. إذن نتوقف عند هذا القدر ونأمل أن يكون هذا الوصلة وتكون هذه الوصلة قد ساعدتكم شيئا ما في فهم هذا الدرس، وإلى اللقاء في لقاء آخر إن شاء الله.